إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا في نواحي الأزهر، منطقة البرنوسي. أول حاجة غادي نطلب من المغاربة، أكيد غتكونوا انتبهتوا هاد الشابة اللي في عمر ديالها مسكينة 22 سنة، باقي يلا قالت بسم الله 22 سنة. نتمنى منكم خوتي المغاربة ديروها بنتكم، ديروها خصكم، لأن باقا في السن ديال البنت ديالكم، لأن 22 سنة. هاد البنية هادي، هاد الشابة كانت بخير وعلى خير، هي يتيمة ديال الأب، الأب ديالها ميت الله يرحمه مسكين، بقات هي والأم ديالها والأخت ديالها، كانت تمشي تبحث على القوت اليومي ديالها، خدامة مسكينة، واخا ماشي شي خدمة كما كنقولو، خدامة في داك المعمل ديال الخياطة، ولكن مسكينة كتقول الحمد لله، كتجيب طريف الخبز وكتكمش في دارهم مع أمها ومع أختها. نعسات فاقت، كتلقى راسها ما كتقدش تحرك. الا لاحظتوا معايا راه فيها الرعاش في الرجل ديالها حاليا، دابا راه الا ما دخلوهاش حاجاكم للطواليط ما كتدخلش. عليكم السلام اخويا محمد موح. الا ما دخلوهاش حاجاكم للطواليط ما كتدخلش، باقا صغيره مسكينه، باقي يلاه قالت بسم الله. خوتي المغاربه علاش قلت لكم بغيتكم تبارطاجيو القصه ديال هاد الشابه هادي. لا حول، اخذي راحتك، خلي رجلك عتلعدي كيما بغيتي، دابا انت عارف الحشمانه، غير خليك، راه صعوبه غير باش خرجت تهضر، راه تدواو معاها عائلتها، وحنا احترمنا ديك الرغبه ديالها مسكينه، ما قادراش، لانه انسان ما مولفش هذا الشيء، هذا ما قادراش مسكينه تبين الوجه ديالها، ولكن كان اكيد كناكدوا لكم، اللي بغى يتاكد راه يجي، راه التليفون حطيناه يجي يتاكد ويشوف راسو، وغادي يعرف باننا راه ما كنساعدوش الانسان على شي حاجه اللي خارج القانون، كنتكلموا وكنوصلوا الحالات اللي خاصه تستحق انه المغاربه يعرفوها. كنتمنى منكم البارطاج خوتي المغاربه، اقل حاجه ديروها ساعدوا هذه البنيه مسكينه، يشافي الله من هذا المرض. غادي تسمعوا معايا القصه ديالها، لانه كما قلت قصه مؤلمه، مؤلمه بشكل كبير بزاف، والله يجزيكم بخير، بارطاجيو. انا كنشوف تبارك الله المغاربه ما دخلوا دابا ما شاء الله، كنشكرهم بزاف، وكنتمنى منكم البارطاج ديال هاد اللايف، لانه هاد البنيه كتستحق منا كل خير. بنتي انت عيطتي علينا، حنا جينا عندك، احترمنا الرغبه ديالك، لانك ما قدرتيش تباني، واخا هضر معاك ما قدرتيش تباني، احترمنا الرغبه ديالك، يعني باش من حتى النفسيه ديالك نساعدك، اقل حاجه نساعدك نفسيا انه محطمه، اي ما باش ما نحطموكش كما قلتي، لانه انت ما رضيتيش باش تخرجي، ولكن حكمات عليك الظروف بنتي، لانه انت دابا حاليا مكرهه، فهمتيني، الا ما تعالجتيش هاد المده ديال 3 شهور اللي مرضتي، راه هاد المرض عندك بنتي غينتشر وغتزيدي، فهمتيني، ولكن رغم ذلك حنا احترمنا الرغبه ديالك، ما بغيناش نبينوا الوجه ديالك. شنو الواقع لك بنتي سميه؟ انا عاد تفقت ما بقيتش كنقدر نمشي. هذا هو السؤال، متى وقع لك هادشي بنتي؟ دابا 3 شهور. 3 شهور؟ 3 شهور كيفاش كنتي ناعسة؟ فقت ما قديتش نمشي، نضت بغيت نمشي ما قديتش. شكون كان حداك ملي نتي ملي حسيتي بهذاك، كيفاش حسيتي براسك مثلا؟ ملي ما عادش فقتي مثلا، ما عادش فقتي، عاودي لنا ما عادش فقتي، ما عادش. مع 8 الصباح. 8 الصباش؟ اها. واش كنتي غادا للعمل؟ اش كنتي كيفاش؟ لا غدا نمشي حيت غير للطواليط. كنتي باغا تمشي للطواليط؟ ملي كنتي باغا تمشي مع 8 الصباح؟ ملي بغيتي تمشي اشنو وقع لك؟ ما لقيتش رجليا، ما قديتش نمشي بيهم. ما قديتيش تمشي؟ ما قديتش. واخا اش درتي؟ عيطتي للوالده؟ عيطت لماما مخلوعه، كنقول لها رجليا ما كاينينش. كتحسي برجلك ما كاينينش؟ رجليا ما كاينينش. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوة. مشيتي يا بنتي للسبيطار؟ مشيت للسبيطار، وما داروا معايا حتى شي حاجة.
دير ماك والو ومشي. والو، درت لي ريم، درت لي ريم ديال الراس، لي ريم ديال النخاع الشوكي، والو. شحال درت قال وقعت لي بيه ومشيتي؟ 3 شهور. 3 شهور. اه كتحسي براسك دابا حيت المهمة مسكينة ما عندهاش، كتحسي براسك كتحسي بحال اللي ما عنده فلوس راه هو ما سوى والو. ميت في هاد الدنيا. دابا داك العدد في كبنتي ما كتحيدش من داك بنتي ياك؟ اه كتحيد شويه وكتترجع. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا من درت لي ريم قالوا لي عندك التهاب في النخاع الشوكي، وشاد لك في راسك شويه 13. قالوا اش قالوا لك؟ عندك التهاب في النخاع الشوكي. اه وقال لك شاد عندك شوية 13. اه الطبيب صيفطني لا ارجو، حول ولا قوة إلا بالله. الطبيب صيفطني ارجو للسبيطار وما داروا معايا حتى شي حاجه. قالك حيدي هاد الورقه وديري معانا دوسي جديد. قلت دير معنا دوسي جديد. دوسي جديد اه. وقلت لها اختي انا في الحريق لما دابا هذا هو اللي بغيت نقول لك بنتي. دابا اه باش كتحسي دابا انت؟ بحريق في ظهري ورجلي كيضروني. ما كتنعسيش يا بنتي؟ كنعس. لا حول ولا قوة إلا بالله. خليك معايا يا بنتي. صراحة والله العظيم إلا قصة كتألم، وأنا بكل صراحة أنا كنت كنتمنى أنه هاد البنية اللي أنا في السن ديال بنتي 22 سنة ما شاء الله، اللهم بارك، عطيها الله ما شاء الله واحد يعني حقها في الزين كما كنقولوا. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، عطيها الله حقها ما شاء الله في الزين، اللهم بارك. شابة زوينة ما شاء الله، باقي الله مادة كما كنقولوا، يديها للحناية يلا باغا تقول بسم الله. صبر المرض قضاء وقدر، ولكن قضاء وقدر، ولكن تصور مع الفقر، تصوروا هذا الشيء مع الفقر. تخيلوا معايا اخوتي المغاربة، المرض والفقر، المرض والفقر واليتم، لأن هذه البنية راه يتيمة، هذه راه يتيمة. شحال تقريبا بنتي باش توفي؟ شحال؟ 3 سنين. 3 سنين. اه عقلتي عليه مسكين اللي توفى. اه عقلتي عليه مسكين. عقلتي بس مات شي مكان، شي مرض مسكين هو؟ لا، موتة ديال الله. مات موتة ديال الله. اه ملي مات المرحوم كيحسيتي براسك؟ غير كيموت السعند، راه كيموت مع كلشي. اه حسيتي براسك بقيتي انت وامك واختك بقيتو في الرادية؟ اه بزاف بزاف بزاف. قلتي كان با ما يوقعش ليا هادشي دابا. اه بزاف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شي بلاصة الأب كبيرة ياك بنتي. بزاف مكتعاودش. كنشوف دموعك بنتي دابا مهودين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله الحياة. حسبنا الله ونعم الوكيل. شو بين وقت الناس كيسونا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بنتي شنو كتطلبي دابا من دابا والديك وخوتك دابا اللي كيشوفوا دابا؟ بغيت غير صحتي، بغيت غير رجليا، بغيت غير المعالجة، ما بغيتش والو، ما بغيتش شي حاجة، ما بغيتش والو. يعني ما بغيتش لا فلوس لا والو والو والو. رجلي بغيت نصح حتى انا ونوقف. بطل تخرج بلا البركي ياكلو. الحمد لله الحمد لله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بغيت غير نتعالج، ما بغيتش شي حاجة والو، ما بغيتش شي حاجة اخرى. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خوتي المغاربة سمعتوا هاد البنية مسكينة اش قالت؟ هاد اليتيمة شنو قالت مسكينة؟ اللهم امين. شكرا للناس كلهم اللي تفاعلوا مع هاد الشابة، شكرا لكم بزاف، والهري يوريكم باس يا رب العالمين. سمعتوا مسكينة اش قالت؟ قالت لك انا ما بغيتش، انا ما بغيتش اللي غيصيفط لي فلوس، لا
انا ما بغيتش قالت لك لا يصيفط لي فلوس، لا انا بغيت اللي غيوقف معايا نداوى نتعالج. شوف الكلمه اللي قالت، وهذه راه رساله مره اخرى، لانه حنا ولينا كنخجلوا من نفسنا حكم التسجيل ديالنا مع الحالات كقناه الشعب قناه شوف تي في، اللي كنتشرفوا اننا كننتميو لهذا الجسم الصحفي المتميز، يعني شاء من شاء وابى من ابى، يعني اكيد ما ندوش في هذا الاطار، غادي نبقاو في الاطار اللي كنتكلموا عليه. قلت بانه كنسجلوا مع هذه الحالات بشكل كبير، حنا ولينا كنخجلوا نبقاو ديما نوجهوا الرسائل للمسؤولين وزاره الصحه، السيد وزير الصحه، هاد الحالات راه خصك تشوفهم السيد وزير الصحه، وخصك تعرف بانهم هادو راه كيمشيو للمستشفيات العموميه وما كيلقاوش الرعايه اللازمه، راه ما كيلقاوش الرعايه اللازمه. كون كانوا كيلقاو الرعايه اللازمه راه ما يخرجوش، راه ما يخرجوش يهضروا، راه كون كانوا راه ما غيعيطوش علينا، ما غيعيطوش على شوف كيموتوا الناس تما ياك بنتي. اه كيموتوا الناس تما كاين. مشيتي يا بنتي ما داروا معاك شي حاجه؟ والو والو، مع 3 الصباح مع 4 الصباح والو، حتى شي حاجه، انا في الحريق والو. قلتي لي ما كيتسوقوكش يا بنتي؟ والو. قلت لها شوفي اختي انا في الحريق، قالت لي ما عندي ما ندير لك، كاين الناس بزاف. اش من سبيطار؟ ميريزكو. ميريزكو؟ اه ميريزكو. لا حول، هذاك ميريزكو كواريت، كواريت في هذاك ميريزكو، كواريت 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 طبيعيه كاينه تما. واخا بنتي شنو هي الرساله ديالك؟ هما كيسمعوا فيك دابا، هما تبارك الله شحال واحد كيتفرج فيك دابا، شنو رسالتك بنتي تيا؟ رسالتي بغيت غير بغيت نتعالج، بغيت شي حاجه اخرى، بغيت نوقف غير على رجليا. لا حول ولا قوه الا بالله يا عم. لا حول ولا قوه الا بالله يا عم. لا حول ولا قوه الا بالله يا عم. اذا ما نطولوش على البنيه حيت راه مريضه، مسكينه راك يعني صعيب هاد الجلسه اللي مجلسينها، راه صعيبه كتهود غير في الكروسه. لا خلا خلا حيد ليا الدري الصغير الله يرضي عليك، غير باش نشد على الكروسه. انتم ها الكروسه خوتي، ها شتيها ها الكروسه اللي كدير البنيه، ها هي هادي الكروسه باش كيهودوها مسكينه، الكروسه باش كيهودوها. والمشكل كاينين غير جوج عيالات، يعني حتى ملي كيبغيو يهودوها كتكون في الكاتريام، راه صعيب باش كيهودوها لتحت، صعيب. تخيلوا معايا غير بغات تمشي للسبيطار، اش من سبيطار يعني كتبقى تمشي وتجي تمشي وتجي. هادشي علاش قلنا راه لا حول ولا قوة، راه قمة المعاناة وما خفي أعظم. كاينين ناس أخرين ربما هادو يسر لهم الله أنهم وصلوا الصوت ديالهم، كاينين ناس مساكن اللي كيعانيو في صمت، وكيبقاو حتى كيموتوا في صمت وما كيعرفهم حتى شي واحد، وكيمشيو في صمت. حسبنا الله ونعم الوكيل. خوتي المغاربه نتمنى منكم كما قلت تفاعلوا مع هاد البنيه هادي، مع هاد الشابه هادي، والله يجازيكم بخير. هذه رساله لبعض المرضى النفسانيين اللي كيستغلوا الارقام ديال هاد الناس اللي هما مساكن في حاجه ماسه، يعني المساعده من هاد النوع، وكيبقى يعيط باش يتفلى، او لا يعيط حقا باغي يتصاحب، ولا حقا نشوفك في كاميرا. هذيك راه هضره خاويه، وعرف راسك بانك انت راه لا علاقة بالإنسانية، راه فقط واحد الإنسان مريض نفساني، إنسان اللي كيقلب غير كيقلب غير على الشذوذ. يعني حنا كنتكلموا على الحمد لله الخير كاين في أمة محمد حتى نهار تقوم الساعة، كنتكلموا على الناس اللي هما عندهم ضمير وعندهم إنسانية، هما اللي كنتمناو منهم يتواصلوا مع هاد البنية هادي. واللي بغى يتأكد راه الرقم كاين، يجي يشوف راسو باش يتأكد، حيت كاين اللي الحمد لله، حيت كاين كما كنقولوا كاين النصب، ولكن اللي بغى يتاكد يجي راسو. هادشي اللي قلت لكم الحمد لله كنقولوها بوجه احمر، اللي بغى يتاكد يجي راسو يتاكد، وغيلقى بان هاد البنيه مسكينه. شوفوا غير اللايف من قبيله حنا دايرينو، بنيه مسكينه ما جلساتش، يعني حيت علاش ما واخداش راحتها. ونتمنوا هاد الميساج يوصل، وما كيما قلت لكم ما نطورش على البنيه هادي. غادي نودعكم على امل لقاء بكم في بث مباشر اخر، وغادي نتبعوا القصه لهاد البنيه هادي ان شاء الله، ونتمنوا اننا ندخلوا فرحه لمويمتها واختها، وما ذلك على الله بعزيز. اذا غادي نودعكم على امل لقاء بكم بث مباشر اخر. كان معكم محدثكم ومراسل شوف تيفي مصطفى القرناوي من هنا من منطقه الازهر البرنوسي، يحييكم الى اللقاء.